صيام عاشوراء يكفر سنة ماضية، فأمر بصيامه استحبابا صلى الله عليه وسلم. ثم لما كمل الشرع أحب مخالفة اليهود، فقال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أو في العام الذي توفي فيه: لئن عشت إلى قابل، أي السنة القادمة، لأصومن التاسع، يعني مخالفة لليهود. واختلف أهل العلم، لأصومن التاسع أي التاسع والعاشر، أو التاسع بدل العاشر، والأكثر التاسع والعاشر. لكنه توفي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا أخذ أهل العلم أن من السنة أن يصوم العاشر، ومن السنة الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر. وأما الحديث الذي قال فليصوم يوما قبل أو يوما بعده، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التاسع والعاشر والحادي عشر، وإنما التاسع والعاشر فقط، ويجوز لك أن تصوم العاشر فقط.